السلام عليكم. في ظل تفاقم الوضع الوبائي، قررت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي تأجيل الدخول المدرسي. وقالت مصادر من الوزارة أنه تم تحديد 10 من شتنبر بدل بداية الشهر، ويأتي هذا القرار في ظل استعداد الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المهني لإطلاق مخططها الذي يخص عملية تلقيح التلاميذ الذين تتراوح أعمارهم ما بين 12 و17 سنة. وفي ظل هذا السياق، قالت الأكاديمية بالدار البيضاء أنه تم اعتماد 64 مركزا لعملية التلقيح. وحسب المديريات الإقليمية وفق معايير خاصة تراعي القرب من المؤسسات التعليمية، وتم تحديد الفترة الزمنية التي ستشملها عملية التلقيح والتي ستنطلق ما بين 23 من غشت و3 من أكتوبر المقبل.